رجعنا لكم من جديد في برنامجكم يطول عمرك في الخير، برنامجكم الشهري اللي يجيكم آخر ثلاثة من كل شهر. وضيف الحلقة اليوم هو الدكتور توفيق كركر، أستاذ جامعي مساعد متقاعد في الرياضيات بالتحديد في الجبر، اللي يحكي لنا على تجربة حياته واللي خذينا معاه البكالوريا بالمراحل متاحة، وحكينا زادا على كيفاش كانت الرياضيات وخاصة كيفاش كان الحساب في الستينات وليزورديناتور شكلهم لكالكولاتريس وكل. وما زلنا باش نزيد ونحكي معاه في رحلة العمر على تجربته وقت اللي خرج باش يدرس في الجامعة في فرنسا. دونك باش نرجعوا بالخطوة بالخطوة، هات نشوفوا الجامعة وقتها، وإحنا يهمنا أنه نتعلموا من عدة تجارب. كي دخلت أنت كطالب جامعي، كيفاش لقيت الجامعة؟ وين سكنت؟ كانش صعيب بالنسبة ليك أنك تلقى سكنة وتكون مرتاح؟ لأنه نعرفوا إذا ما فماش راحة في السكنة ما فماش راحة لا في العمل ولا في الدراسة. الكلمة ليك من جديد سي توفيق كركر، ومرحبا بك. فما نوع ما صعوبات، ما نعرفش كذا صعوبات هي نفسها اليوم. احنا نحبوا نحكيوا على صعوبات الشاك انت. صعوبات تاع الستينات، لكن اولا فما الاحياء الجامعيه والناس الكل ما تنجمش تمشي ولا ما تحبش. فما الاثنين، فما ناس تختار اني ما تقعدش في السيتي يونيفرسيتي. الجامعه قله، هي قله ولا أنا هو البارتاج اللي يصير في الحياة الجامعية، معناها نجم يصير جزء كبير منه في الفضاء اللي هو خارج الجامعة، معناها في السكنة سورتو ليزاكتيفيتي اللي تنجم تصير. دونك احنا باش نرجعوا لتجربتك انت، شنو لقيت معناها كمواد، شنو اللي تعلمت من الجامعة اللي انت من بعد، خاطر وقت رجعت زاد سيادتك كنت استاذ جامعي في الجامعة نتاع العلوم في تونس. دونك من الصعوبات اللي لقيتها في الجامعة الفرنسوية جامعة باريس، أولا فماش بيبليوتيك على عين المكان. أي ماهيش في الحرم الجامعي، دونك وين تمشي تراجعوا؟ المكان اللي نقرا فيه جيسيو ما كانش فيه، ما كانش فيه المكتبة. بعيدة؟ كنا نمشيو المكتبة بتاع سوربون بتاع سان جينوفييف بتاع ريديول، معناها نمشيو دونك هذوما الجامعات اللي أكبر فيها المكتبات على عين المكان. وقتها فماش، معناها هذه معناها الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية هو أنك الكتب معناها تخون بالواقفة، تخون بالواقفة وتعاركوا على الكتب. ما حلاها العركة ذي على الكتب، تعاركوا على الكتب، خاطر كان خرج واحد معناها فماهيش معناها الأمور مش كما تخيلوها اليوم. حاجات معناها المرجع إذا خذاه حد قبلك ما عادش تلقاه، هو شوية في جامعة مكتوبة عشت تقريبا نفس التجربة. ولكن في نفس الوقت كانت الجامعة غالب الأساتذة يعطيو دي بوليكوبي. اي من قبل معناها فما الفوتوكوبي، لي بوليكوبي موجودين وكذا، تشرك بوليكوبي تصوم ربزي وكذا وكل شيء. هذا كان يعاون، كان يعاون، واللي هي تقريبا نفس الطريقه توا باللي بوليكوبي يوزعوا لاساتذه في الجامعه المحتوى نتاع الدرس باش تبدا عندك الكل. هذه معناها الصعوبة الثانية. الصعوبة الثالثة هو باش تلقى بقعة في الأنفي، لازمك بدي توصل. قداش فيه من شخص الأنفي وقتها؟ الكور كي تبدا باش تدخل الأنفي باش تعملوا الدرس؟ الأنفي معروفين معناها من 500 300، معناها كي تدخل في تياتر فعلا كبر المسرح، معناها عرض كبير الدرس يكون. وتعاركوا زاد على البقايا. الطاوله الاولى. لا مش الطاوله الاولى، باش تلقى بقعه. لان طاقه الاستيعاب اقل من العدد نتاع الطلبه والطالبات اللي يقراوا، معناها اللي يقعدوا واقفين
ويقعد كذا. ايه عشنا شويه في انا معناها في جماعه منوبه مثلا نتذكر انه كنا نقعدوا على الدروج نتاعهم في وقت اللي ما نلقاوش الكراسي معناها موجوده. هذه كانت حاجه يوميه تقريبا بالنسبه الفتره هذيك. ما تحصلت الامور كان بعد 68 علاش تاريخ فارق بالنسبه ليك 68 وك الفتره هذيك؟ هو تاريخ فارق بالجامعه الفرنسويه الكل. الامور تغيرت من بعد تغيرت فين اتجاهات نحكيوا عليها كيفاش تغيرت؟ انت تقولي تاريخ فارق واكثر من مره حتى في قبل ما نعملوا هالحوار حكيت على 68 والستينات هي في العالم الكل لكن 68 كان التاريخ فارق حتى في فرنسا. اي لانه اولا الصعوبات هذه الكل من انا كنت مع القوائم تاع النجاح صفر ناجح صفر ناجح اي معناها معناها شيء غريب معناها شوف الناس اللي تجري وما تلقاش بقعة وتحاول تخلط من الأول وكل ومع المجهودات هذه الكل راهو ما تنجحش. معناها نحب نفتح قوس ونتوجه بالتحية للناس للشباب وللعائلات على خاطر مش باش ساهل جات بالنسبة خاصة للأجيال اللي سبقتنا وخرجت وقرات البرة ويعطيهم الصحة جاي وباش ينقلوا المعارف. شنو هي المعارف اللي اكتسبها سي توفيق كركر واللي ماذا بينا نتقاسموها مع الناس الطالب ولا الطالبة في جامعة؟ شنو كان مطلوب منهم والأستاذ ولا الأستاذة زادة شنو اللي كانوا يعملوا لأنه هذا زادة عندك فيه ما تقول؟ أولا الطريقة الطرق البيداغوجية كانت هو أنه أولا عدد الساعات مش كبير خلافا اللي ريته أنا في تونس من بعد. ثاني حاجة فما يا امكانيات معناها يطلبوا منا العمل وحدنا في المكتبات ولا في ديارنا. هذوما اللي يسميوهم الفروض المنزليه ليدوفار كان عندنا كل جمعه. كل جمعه دونك تعمل ريشيرش نتاعك في المكتبه تعمل الفرض وتجيبه بعد يتصلح. الفروض كل جمعه ولكن الفروض ماهيش فما حاجات أخرى هذيك لي ترافو ديريجي الشغل المسير هما ديزيكزيرسيس وكذا هذاك موجود ولكن إلى جانب ذلك فما العمل المنزلي هذاك الفروض كأنها امتحانات معناها دي فري بروبليم دي فري بروبليم ولا ديسيرتاسيون ولا حاجة كيما هكا تحضير في الدار ماهمش ماهيش إجبارية ولكن ياخذوا بعين الاعتبار في الامتحانات. أي. وهي بدها تساهم في معناها انك تدعم القدرات نتاعك وتزيد تكتسب مهارات فيسكو على راحتك عندك وقت تنجم تزيد توسع مجال البحث. اذكرت حاجه مهمه عدد ساعات التدريس ماهوش كبير برشا واحنا ديما نحكيو على التعليم العالي والبحث العلمي واهميه ان هالناس اللي عندها مستوى عالي من التعليم تخصص جزء من البحث. شكون اللي كان يخصص من وقته للتصليح نتاع بعض الفروض اللي تحكي عليها؟ كيفاش كانت تتم العمليه سي توفيق؟ هي كانت صعيبه اولا بالنسبه للجامعات الجامعه هذه جامعه باريس خاصه بالنسبه للمرحله الاولى. المرحله الاولى بمعنى كانوا فيها معناتها في فصل من فصول 5000 طالب 10000 طالب كذا لسه ما نجموش وحدهم ما نجموش يصلحوا 5000 امتحان ولا 10000 امتحان والعدد كبير فروض هاي الفروض هذه الفروض الاسبوعيه راهي معناها كل جمعه 5000 فرض للاستاذ ولا يستحيل كانوا يستعينوا بالطلبه اللي متقدمين في الدراسه تاعهم ومتميزين متميزين عندهم ملاحظات حسن وكذا كل شيء معناها عندهم حتى القدرة على أنهم يقيموا المحتوى ويصلحوا خاصة أنتم في مادة علمية كانوا هما يقوموا بالتصليح الفروض
معناها الحل بالنسبة لامتصاصك العدد 10,000 تلميذ طالب ولا طالبة ولا 5,000 هو الاستعانة بالناس اللي متقدمة في التعليم واللي هي متميزة ومتفوقة باش تساعد في تصليح الفروض هذه اللي هي أسبوعية نتسير مساعدة كذلك للطالب معناها يتكون نوع من المدخول اللي يساعدوا على القراية على خطر هذه زادة في خلاص معنى سيغي ميري ما هوش سيغي ميري دونك كنت في نفس الوقت انت تقوي في القدرات انتاعك والمهارات انتاعك قاعد ولا قاعدة تصلح في امتحانات وتكتسب زادة في خبرات وفي نفس الوقت تدخل في الارجونت بوش معناها هذي علاش حبيت ان نرجع للتجربة هذي لاني بالحق معناها شخصيا قلت تيا يلزمنا نخمو وانا هنا نوجه تحية للسادة معناها نتاع الجامعة الكل ونفهم المطالب نتاعهم نتفهم على الاخر ونذكروا اللي هما معناها يحبوا يدخلوا في يوم إضراب حضوري نهار 27 جوستمون مش باش يحاولوا يرجعوا الاعتبار للأساتذة متاع الجامعة للمهنة هذية اللي أصلها في الأساس البحث العلمي أكثر منه الجانب معناها نتاع تدريس وحاجات هكيكة وما عادش فما إمكانية باللي صاير أنك تخلط معناها حتى تداول المقدرة الشرائية وهذا جانب آخر دونك بالحق هيتخا نشوفوا كيفاش نستفيدوا من تجارب وذلك علاش حبينا نتقاسموا التجربة هذه معاك سي توفيق كركر دونك الجامعة كانت فما إمكانية باش دخل شوية فلوس وانت في نفس الوقت تقرأ سيادتك عملت الحاجات هذه؟ اي نعم نعم 5 سنوات في وانا وقت اللي دخلت الجامعة عندي عملت ديجا المرحلة الأولى عندي المرحلة الأولى وحط بديت عطوني نقول بالمونيتور تسميه مونيتور انتروغاتور نعملو زاد انتروغاسيون أورال نجم زاد تعمل الاختبارات الشفهية اختبارات شفهية للطلبة تاع المرحلة الأولى دونك اون كوريج اون كوريج دوار نعملوا لي زانتروغاسيون وبعد اي خدمت معناها الطلبه المتميزين في المرحله الثانيه اي ونسيت كنت منهم زي معناها هو في الحقيقه هي فما وراها فلسفه اي اللي خطريتها الفلسفه هذه تتواصل حتى في المرحلة الثالثة مع الدكتورة أي. وأنه التدريس والبحث يمشيوا مع بعضهم أي. اللي بعدين ناوي باش يعمل البحث يجب يتعلم يقري أي. ووقت اللي هو يقري قاعد يعمل في البحث خطر وقدام الطلبة وقدام الوعد والأسئلة بتاعه واللي هو يفكر فرصة باش يراجع الحاجات اللي حفظها وكذا وربما يحسن فيها ربما يعمق فيها يدقق فيها كذا كان معناها كانت فيها فلسفة وراها أعتقد أنه توا ضاعت برشا احنا ما نحبوهاش تضيع وما نحبوش السنوات تضيع احنا باش نرجعوا لك قبل ما نرجعوا للاخبار باش نرجعوا نخرجوا في البارح كان عمري 20 وقت اللي كان سي توفيق كركر في الجامعه الفرنسيه يعبر وقتها ويقري ويعمل في برشا